بجد احنا اكيد. شبابنا الجميل ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. يعني عايزين يعني نفتح شبابيك بيننا وبين بعض. عايزك تفتح شباك واحد في قلبك لينا ونبدا نسمع كده ونفهم بعض اكتر. مين اللي عنده سؤال يا رجاله؟ برحب بحضرتك معانا النهارده. ربنا يحفظك. واحب بس اسكون هنا خد بالك. لا ده انا في الجيم ما اقولكش يعني. نورت يا فندم. هو مش سؤال بس هي يعني زي يعتبر ثلاث شباب في شاب واحد. تمام؟ تعتبر عن كذا ثلاث حكايات بسيطه خالص. تمام؟ بستنى من حضرتك بس تديني الناتج الاخير كانها مساله حسابيه بالظبط. شاب في مثلا نقدر نقول مثلا من حوالي 17 من هو عنده 17 سنه 18 سنه. تمام؟ له كميه علاقات مع فتيات كتير جدا. تمام؟ وشاب اخر تمام ملتزم جدا خد الموضوع ان هو يلتزم مره واحده. والشاب الثالث تمام بعيد عن والده وامه نهائي. تمام؟ شويه مع الشاب ده وفتره تانية مع الشاب الاخر. الثلاثه دول لو جمعناهم في شاب واحد في قصه شاب واحد تمام يحاول ان هو يقرب من ربنا ويبعد عن اي معصيه ويقرب لوالده ولمامته. تمام؟ لما انا اجي عايز ان انا اقرب لربنا باجي افتح التلفزيون الاقي فيه قنوات دينيه كتير جدا. تمام؟ اجي افتح قناه اشوف مثلا برنامج ديني اشوف دين يعني شيخ مثلا الاقيه لابس جلابيه وملتحي جدا وصوته قرعت في الالقاء مثلا وهو بيدي ندوه او بيدي البرنامج بتاعه. تمام؟ اقعد استمع خدت منه المنهج المطلوب. افتح قناه تانية الاقي شيخ تاني بس ممكن يكون عامل دوجلاس فمش ملتحي التحاق كامل. ما هو لابس انت كده إيه انت كده يعني ايه انت كده اتكلمت عن قضيتين خلاص والقضيتين في رابط بينهم رابط التردد والذبذبه. تمام؟ يعني معايا القصه الاولانيه ايه اللي يجمع ما بين الثلاث شباب دول؟ اللي يجمع ما بينهم عشان شاب يقوم بالثلاث ادوار دول في حياته لازم يبقى شاب في حياته صحبه صالحه وصحبه سوء وهو مذبذب ما بين الاثنين. فساعات تلاقيه قمه الالتزام وقمه التدين وساعات تلاقيه ابعد ما يكون عن ربنا سبحانه وتعالى وساعات تلاقيه عايش في صراع قافل على نفسه الاوضه يولع السيجاره وبعد كده لا السجاير حرام اطفي السيجاره. طب اقوم ايه؟ اقوم اتوضى اصلي ركعتين يجي يتوضى بس انا مش هقدر اعيش كده انا كده هخنق نفسي انا كده هعيش حياه صعبه. يوم فاتح سمع اغنيه او متفرج على كليب وبعد كده لا انا مش هقدر اعيش بعيد عن ربنا انا خايف ربنا يعاقبني في الدنيا لو عصيته. النموذج المحتار ده النموذج المتردد ده هو نموذج الشاب اللي مذبذب ما بين الصحبه الصالحه والصحبه السيئه. انت جبت السؤال الثاني بقى نفس الطريقه اصدق مين يا جماعه؟ يا اخوانا انا بفتح قنوات الاقي الشيخ اللي لابس غطره ولابس جلابيه وبدأنا قد كده اهو. بفتح قنوات ثانيه بلاقي الشيخ اللي يعني من غير لحيه ولابس البدله وبيكلم عادي. بفتح قنوات ثالثه الاقي الشيخ اللي بدوجلاس ومش بعيد كمان يكون بفرزاتشي كمان مفيش مشكله يعني. ويبقى يعني مين فيكم الشيخ؟ مين فيكم اللي بيمثل الدين؟ مين فيكم اللي لو جه النبي عليه الصلاه والسلام هيقول هو ده اللي كان بيكلم بسنتي؟ هو ده اللي كان اللي هيمشي وراها يوصله ليا. يبقى اذا احنا بنعاني دلوقتي من قضيه ذبذبه بس الموضوع واضح الموضوع موضح. يعني بص حبيب قلبي لو جينا نشوف المشكلتين متعلقين ببعض واوجدوا ذبذبه جوه صدور الشباب رهيبه. الشاب امشي مع صاحبي ده ولا مع صاحبي ده؟ وصدق الشيخ ده ولا صدق الشيخ ده؟ فالشاب ما بين الذبذبه ده هي كلها خرج جيل من الشباب انت تحس انك وهو بيكلمك هو مش عارف يركز. طب اصدقك؟ طب اضمن من ان انت صح. يعني بدا في شباب يدخل فعلا في وساوس. اضمن من ان انت صح. افرض يا عم انت كامل انت بتقوله ده طلع صعب ومش هو ده الكلام اللي كان مطلوب بالدين وكان ممكن اعيش حياتك اكتر من كده. يعني بصوا يا جماعه الموضوع واضح زي الشمس. ازاي؟ انت لما بتدخل اوضه ضلمه بتقعد تحسس بايدك ناحيه كبس النور. اللحظه اللي صبعك بيلمس فيه كبس النور بيحصل ايه؟ الاوضه كلها بتنور، النور بيجي. لما الاوضه كلها بتنور كل حاجه بتبقى واضحه. عشان كده تلاقي الشاب مثلا ماشي في الاوضه وهي ضلمه رجليه قاعد يدخل فيها ازاز في الارض او مسمار في الارض هو معذب نفسه بيصرخ يا ابني شوف النور بيجي ازاي ونبدا نتفاهم. شوف النور بيجي ازاي ونبدا نتفاهم. يعني الوقت على سبيل المثال
سماع الدروس الدينية. سماع الدروس الدينية دي كل درس ديني كأنه حقنة نور في القلب، حاجة بتنور القلب. طب أنا ما بسمعش، طب أنت تعرف إزاي؟ ربنا بيقول وقالوا لو كنا نسمع أو إيه رجالة أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد. لو كنا نسمع يعني أكتر حاجة ضيعتنا إن إحنا ما سمعناش، إن إحنا ما اداناش ودنا للي بيهدينا الطريق. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ حتى إذا ما جاءوها أول ما تحطوا قدام جهنم شهد عليهم إيه؟ سمعهم وأبصرهم. أول حاجة تشهد عليك يوم القيامة إيه؟ ودنك. ليه؟ أنت اديت ودنك لمين؟ على حسب اللي أنت اديته ودنك، على حسب أنت واخد خط سير في الحياة شكله إيه؟ أنت محدد طريقك ولا لا؟ اللي ماشي مع الصحبة الصالحة، ما أنت يا ابني عامل زي اللي ماسك مسمار وقاعد يدق على دماغه وبيصرخ. قال لا، طب ما تشيل المسمار عن نفسك، أنت اللي معذب نفسك. نقابل شباب في جولة من الجولات من كذا يوم، بقول لواحد لو صاحبك ده أهو الساعة 12 الظهر في رمضان اتصل بيك قال لك هموت من العطش، أعمل إيه؟ هتقول له إيه؟ قال لي هقول له افطر. يا ابني بقول لك في رمضان يا حبيبي، مش بقول لك صيام تطوع في رمضان. يقول لي أقول له افطر. قال لما الراجل عطشان هيعمل إيه؟ قال يعني أنت، أنا قلت له أنا عمري ما سمعت الإجابة دي في حياتي، تقول له افطر إزاي؟ يبقى صاحبك ممكن يضيعك. أنا أعرف شاب بعد ما التزم ويعني انطلق، يعني سألت عنه قالوا لي ده رجع تاني. يا جماعة إزاي؟ ده الراجل ده كان ما شاء الله وشه زي القمر من كتر النور اللي فيه، وشه كان بيبخ نور. ايه راح فين؟ قالوا لي اصحابه اتراهنوا عليه. مين اللي شربوا مخدرات تاني وشربوه مخدرات تاني ورجعوه؟ شباب تانيين اتراهنوا على صاحبهم واستقتلهم ازاي يودوه مكان يعني فيه فتاة عشان يقع في الزنا معاها، وعن ما التزم تاني وتاب لربنا ووقعوه. يعني انا عايزك تسأل نفسك، صاحبك يعني، وممكن يكون طبعا معظم الشباب اللي معانا الوقت في الجيم بعيد عن سكة المخدرات والحاجات دي خالص، يعني صاحبك بتاع المخدرات اشمعنى بيعزم عليك بحشيش؟ اشمعنى بيعزم عليك بشرط رمضان؟ اشمعنى ما بيعزمش عليك بعشوائي على حسابه؟ اشمعنى ما بيعزمش عليك برحلة على حسابه؟ اشمعنى ما بيعزمش عليك بأكل على حسابه؟ اشمعنى اللي بيعزمه عليك علبة سجاير، علبة سجاير ملغمة، علبة ازازة كودافين، حاجة كيمياء؟ اشمعنى اللي بيعزموا عليك الحاجة اللي ضاع فيها الا لو عايز يضيعك معاه؟ يبقى انت بتوه نفسك ليه؟ الدنيا واضحة، مين اللي بيحبك ومين اللي بيكرهك، مين عدوك ومين حبيبك. يبقى لما تحط نفسك وسط بيئة ايمانية، وسط صحبة ايمانية، وسط ناس بتحبك بجد، انت مش هتوه. تاني حاجة، انا الوقت هاجي قدام النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اصدق مين؟ اصدق اللي كان ملتحي ولا اصدق اللي كان بدوجلس؟ انا ما بقولكش ان كل واحد حلق لحيته ما هوش انسان كويس، ما بقولكش ان كل واحد بيدعو الى الله وهو مش ملتحي ما عندوش فعلا حاجه جميله يقدمها لك، وما عندوش فعلا اضافه يضيفها لك في حياتك. انما انا بقولك شوف الكلام اللي بيتقال لك ده، افتح القران والسنه، الكلام ده فين؟ طابق الكلام. يا جماعه عايزين نفكر شويه بالتعبير، عايزين نخاف على ديننا شويه يا جماعه. يعني انا الحذاء بتاعي لو اتوسخ بلمعه، لو اتقطع بشوف غيره. طب انا قلبي ده ممكن يكون الايمان اتهارى جواه وانا ما بفكرش فيه. يبقى اذا ازمه الذبذبه اللي عند الشباب ازمه جميله، يعني اخونا محمد ربنا يحفظه اشار اليها وحط ايده على نقطتين في السبب فيها. الشاب تايه ما بين صحبه صالحه وصحبه سوء، والشاب تايه ما بين 20 نمط من انماط الدعاء. مين فيكم الشيخ؟ مين فيكم الداعيه؟ نقطه جميله ونقطة حلوة، جزاك الله خير يا ابو حميد، ربنا يجوزك. حد عنده سؤال يا جماعة؟ أنا بس كان نفسي يعني دايما حد من شيوخنا الأجلاء زي حضرتك وزي الشيخ محمد علي، زي الشيخ أحمد جلال، يبقى دايما أسمعهم يتكلموا عن الصحة واشكر ربنا على صحتك، أنت أحسن من غيرك، أنت إيه انت مش عارف انت مثلا صحتك دلوقتي إيه غير صحه دوت، احمد اشكر ربنا. بس عمرهم نادر جدا لما حد بيقول انت ازاي تحافظ على الصحه دي او ازاي يعني تصونها. بيقول لك انا عايز اشوف موديل كامل، انا عايز اشوف الدين في شكل عملي مش في شكل كلام بس. يعني النبي عليه الصلاه والسلام، انتوا عارفين النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقول ايه؟ عليك بالنسلان، عليكم بالنسلان. النسلان عارفين اللي هو ايه؟ المشي السريع. عارفين رياضه المشي السريع دلوقتي بيعتبروها من افضل اسباب اللياقه البدنيه دلوقتي في العالم، ومن اكبر اسباب الوقايه من امراض القلب في العالم. عليكم بالنسلان، يعني النبي عليه الصلاه والسلام وجهنا للرياضه، والنبي كان بينفذ ده. النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا
يعني اذا مشى كانه ينحدر, يعني النبي عليه الصلاه والسلام كانه واحد جاي من حته عاليه كده ونازل ماشي بقوه وماشي بسرعه. يعني النبي عليه الصلاه والسلام مشيته نفسها كانها ورد من اوراد الرياضه. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيصادق السيده عائشه. النبي عليه الصلاه والسلام ترك الاحباش في المسجد يلعبوا برياضه الحراب. النبي عليه الصلاه والسلام يعني كان يشجع هذا الامر, وده من ديننا يا جماعه. فالكلام اللي انت بتقوله ده كلام مظبوط. احنا لازم نفهم ديننا يا شباب. كتير قوي من الشباب مقفول من صورة الدين اللي خدها من بعض الناس مش من الدين. كتير قوي من الشباب اللي ممكن يكون دخل في سكة الحاد او دخل في سكة بعد عن الدين, هو معتقد ان دي صورة الدين, ودي حقيقة ده فهم بعض الناس للدين. انما صورة الدين غير كده. الدين يا جماعة فيه متعة. الدين يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى يقول لك فآمنوا فايه فمتعناهم فآمنوا فمتعناهم إلى حين. يعني الدين مرتبط بالمتعة. علاقتك بربنا مرتبطة إنك تعيش أمتع حياة في حياتك. يبقى إذا مسألة الرياضة دي عبادة. أنت ممكن تكون قاعد دلوقتي, أنا بالنسبة لي الورد بتاعي في الرياضة والوقت بتاعي في الرياضة أنا بحتسبه على الله زي وقت قيام الليل بالظبط, لأن أنا الصيام عندي زاد بعد ما بدأت ألعب رياضة فضل منة الله. العبادة عندي زادت بعد ما بدأت ألعب رياضة فضل منة الله. فيبقى إذا يا جماعة يعني عايزين نفهم الدين بشموليته. الدين بالشمولية بتاعته. الرياضة فيه الدين, في رياضة الدين, في رياضة الدين, في شمولية الدين, في شمولية. إن شاء الله بإذن الله دلوقتي هلبس بقى الإيه طقم الرياضي وهننزل مع بعض دلوقتي بإذن الله سبحانه وتعالى. أو ممكن أدربكم كمان يعني معلش يا كابتن يعني, وممكن أدربكم كمان وهتشوفوا يعني إيه إن يعني لينا في الرياضة بإذن الله سبحانه وتعالى. حد تاني عنده سؤال يا شباب؟ الفتن والشهوات اللي بتقابل أكترية الشباب كنت عاوز ألاقي حل ليها, يعني أكترية دي مشكلة للشباب دلوقتي. جميل جدا. يعني الإسلام بيسألنا يا جماعة بيقول طب الوقت يعني أنا الوقت واحد عايز أقرب من ربنا وعايز أوصل لربنا, ولكن قضية الفتن قضية الشهوات أعمل فيها إيه؟ بصوا يا شباب أنتوا عارفين لما يكون في نهر ويعملوا سد, فالسد ده يمنع المية أنها تعدي. لما السد يقل تبدأ المية إيه؟ تعدي شوية. طب السد قل أكتر المية عدت أكتر. أهو السد ده هو منسوب الإيمان في قلبك, والمية دي هي الفتن والشهوات. أول ما السد يبدأ يوطى منسوب الإيمان يوطى تبدأ الشهوات إيه تأثر في القلب. السد وطى أكتر الشهوات تأثر في القلب أكتر. يبقى القضية قضية أنا نفسي. إشمعنى نفس الشهوة نفس البنت المتبرجة نفس الفتنة بيبقى اتنين شباب ماشيين في الشارع وواحد يتأثر بيها وواحد ما يتأثرش بيها؟ تخيلوا يا شباب لو احنا واقفين في مسجد ضلمة ما احنا شايفين حاجة, جه نور بسيط أول حاجة شفناها العواميد, النور زاد أكتر شفنا المنبر, النور زاد أكتر شفنا السجاجيد, النور هيفضل يزيد لحد ما نشوف الدبانة الطايرة في الهواء. أهو ده رجالة بالظبط كده. لما النور يجي هنشوف كل حاجة. لما النور يجي الشهوات مش هتبقى بالحجم الضخم اللي احنا فيه الوقت ده. لما النور يجي مش هتبقى مشاكلنا اللي حجزنا عن ربنا هي الفتن بالمنظر ده. ليه؟ لأن منسوب الإيمان في قلوبنا هيرتفع. هنتغير بجد احنا اكيد. يلا رجاله ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى هنشوف الوقت بقى مين اللي لياقته اعلى. مستعدين ولا لا؟ مستعدين يا رجاله؟ نفسكم طويل؟ يلا نبدا الاول جامبنج. واحد اثنين ثلاثه خمسه سبعه ثمانيه. يلا الايدين. واحد اثنين ثلاثه أربعة أحسن خمسة ستة سبعة. ننزل بقى رجلينا استطالة لرجلين. واحد اثنين لرجل اليمين. ثلاثة أربعة خمسة المس الأرض. ستة سبعة يلا بالجنب. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. حد عنده ولا لسه؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. نعمل بطن سفلي بقى. يلا انزل بطن سفلي. يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. محدش نبت الرجلين. دور لليمين. واحد اثنين ثلاثة أربعة. يعني كانت ليلة جميلة وكان يوم ممتع. واحنا هو انت عايز اكثر من كده كمان؟ كانت ليله جميله واحنا يعني عشان
يعني الشباب اللي بيتفرجوا علينا بقى واهلنا اللي بيتفرجوا علينا ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. يعني كانت ليله جميله يا اخوانا، والحمد لله ان ربنا يعني يصل لنا اللقاء في المكان ده، وان احنا اتكلمنا في الدين واتكلمنا عن ربنا في المكان ده وفي كل مكان ان شاء الله. يلا ربنا يبارك فيك ويحفظك. السلام عليكم.